لتفاصيل الأوفى عبر الهاتف ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. تفضل أستاذ رامي، هل اتضحت جغرافيا القصف؟ تستهدف أي منطقة، منطقة عسكرية أم بالفعل هي معامل بحثية وغيره؟ نعم نعم، مساء الخير. أولا دعنا نقول بأنه هذا هو القصف الإسرائيلي الأول منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يعني مهامها في إسرائيل، أي أن بعد نتنياهو هذا القصف الأول الإسرائيلي الذي يستهدف الأراضي السورية وتحديدا استهدف منطقة معامل الدفاع في منطقة السفيرة في جنوب شرق حلب، وهذه المنطقة يوجد فيها الحرس الثوري الإيراني، توجد فيها معامل ومستودعات تابعة للإيرانيين بشكل قطعي. الاستهداف كان لأحد هذه المستودعات، إلى الآن الانفجارات هي مؤكدة لأن هناك استهداف وانفجار المستودع، ولكن هل هناك خسائر بشرية من عدمه؟ حتى اللحظة لا نستطيع التأكيد أو النفي. المؤكد هناك استهداف إسرائيلي لمعامل الدفاع وتحديدا مستودعات تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يوجد لديه خبراء في هذه المعامل الواقعة في ريف حلب الجنوبي الشرقي. رامي، هل هو قصف طائرات أم صواريخ أم مسيرات أم ماذا؟ صواريخ، صواريخ إسرائيلية، ولكن هل هي صواريخ من أين؟ يعني سابقا عندما قصفت هذه المنطقة كان التحالف الدولي موجود في الرقة واستخدمت مجال التحالف الدولي الطائرات الإسرائيلية، اليوم من أين قصفت هذه الطائرات الإسرائيلية حتى تصل إلى تلك المنطقة؟ هل قصفت من فوق لواء اسكندرون واستهدفت تلك المنطقة من الأراضي السورية؟ إلى الآن لا نعلم، ولكن ما نعلمه بأن هناك صواريخ إسرائيلية قد تكون من طائرات فوق تركيا، فوق لواء اسكندرون، أو حتى من فوق الأراضي السورية، لكن المؤكد بأن صواريخ وصلت إلى أهدافها على الرغم من تصدي دفاعات جوية تابعة للنظام لبعض الصواريخ، ولكن انفجارات دوت في معامل الدفاع. نعم، من القاهرة شكرا كثيرا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.